قلت أنه هذه الندوة اللي اخترنا لها أو هذه الحملة اللي اخترنا لها اسم عمار 17 سيبني نعيش، لسائل أن يتساءل لما هذا الشعار الذي يذكر بعمار 404 أو عمار كاتسونكات اللي كان قبل هروب الرئيس الفار بن علي. طبعا هذا للإيحاء بأنه إذا كان هناك تضييقات كانت تسلط على التونسي في قبل الثورة في العالم الافتراضي ومنعه من الولوج أو الجولان داخل صفحات العالم الافتراضي التي كانت تقلق النظام ربما أو المواقع التي تبث رأي بعض المعارضين، فإن المنع تحول اليوم للأسف إلى أكثر حدة وأكثر شدة وأكثر خطورة باعتبار أنه أصبح منع مادي يتسلط على الناس، لا فقط كإجراء حدودي يمنع به الناس عند المعابر البرية والحدودية والجوية الحدودية الجوية والبرية والبحرية، بل أيضا هذا المنع يسلط على المعني بالأمر حتى داخل الجمهورية وداخل أرض الوطن إذا ما تنقل من ولاية إلى ولاية أو أحيانا من حي إلى حي. مجرد عرضه على الناظم الآلي يتبين أن له هل الأسديسات هذه إلا وينكل به ويؤخذ إلى أقرب منطقة أمن لتبدأ مشوار الهرسلة والأسئلة. وعندنا حالات، واحد في مدينة بن قردان هز بنته مريضة الجرجيس القريبة في نفس الولاية ولاية مدنين، فقالوا له لا ليس لك الحق، لابد أن تستشير قبل أن تأخذ ابنتك إلى الطبيب وأن تدخل إلى بين قوسين بلد جرجيس أو دولة جرجيس. استوقفوني في مطار تونس قرطاج وتم إيقافي لمدة 6 ساعات والتحقيق معي واستنطاقي فهمت لمدة ساعات. أنا خلطت 10 متاع الليل سيبوني 6 متاع الصباح وأسئلة معنتها في الاستنطاق، أسئلة عجيبة معنتها كيفاش تصلي وشنية القنوات اللي تتفرج فيها ومرتك منتقبة ولا لا، معنتها لمدة عامين وأنا نجري عملت قريب 9 عرايض فهمت. جاوبوني بعد 9 عرايض جاوبوني بوريقة اللي أنا معنتها غير ممنوع من السفر أو مغادرة أرض الوطن فهمتني، وهذه الورقة من مكتب العلاقة مع المواطن في 10 مايو 2016 جاوبوني اللي أنا مانيش ممنوع من السفر لكن ما راعني إلا عند اعتزامي معنتها عزمي مغادرة أرض الوطن، رجعوني من مطار تونس قرطاج. وكذلك في كل مرة يتم إيقافي في الطريق العام معنتها نعطي البطاقة الهوية متاعي ويقتدوني المال الأقرب مركز شرطة ويتم معنتها البحث معي لمدة ساعات، معنتها ساعات تبدأ معايا حتى عائلتي وصغاري معنتها نرجعوا ما نكونوا باش نخرجوا نتفرهدوا نرجعوا نبطلوا ما نخرجوش.